بسم الله الرحمن الرحيم. 8 مارس من كل عام احتفال عالمي باليوم العالمي للمرأة اللي خرجت فيه النساء في نيويورك سنة 1856 وبعد كده 1907، ثم اهتمت الأمم المتحدة من 1900 أو في سبعينات القرن الماضي باعتبار اليوم ده يوم مخصص للنساء أو احتفال بحقوق المرأة. كلمة جميلة قوي، إعطاء المرأة حقوقها. بعيدا عن الشرائع السماوية، ولأن احنا مهتمين في دراستنا بالحضارة المصرية القديمة العظيمة اللي بتقدم دروس كل يوم للعالم، بنعرف ان الحضارة المصرية كانت اول من تعامل مع المرأة وتعامل معها كأنها امرأة وكأنها جزء لا يتجزأ من المجتمع، جزء اصيل لا يقوم المجتمع ولا يكتمل كيانه الا به. فالمرأة في النصوص المصرية كانت سنت او صنوة، يعني الاخت، وصنو الشخص هو اخيه، يقال هذا صنوي يعني صديقي او اخي او الشخص الاكثر تقربا لي. وهي ست يعني ست، وهي حمى او بالبلدي كده حرمة. وبعدين بيزعل قوي من كلمة حرمة، مع ان في اللغة العربية حمة البيت حرمته، بمعنى ان المكان المحرم على الاجنبي ان يطلع على اهل الدار في الحضاره المصريه هي اللي بتتكلم على كده. المراه هي نبت بر، هي ست الدار، هي نبت، هي ستهم، هي مرت، هي المحبوبه. المراه هي كل هذا، المراه هي المجتمع، المراه هي اساس الحياه ان صح التعبير، فهي الام والاخت والزوجه والحفيده والابن وكل شيء ان حبيت ان انت تنظر اليها او تنظري إليه. هو ليس حديثا يتغير في يوم الاحتفال العالمي للمرأة، ولكن ده حقيقة. فالمرأة في الحضارة المصرية القديمة كانت بداية التماثيل في الحضارة المصرية، تماثيل الأمومة، وعبرت عنها. الحب كان حطحور، الحب والإخلاص كان حطحور. مساعدة إيزيس في إرضاء الطفل حورس، امرأة، وهي حوت حر، حوت حر مأوى حورس. إيزيس ربة الإخلاص والوفاء والمعزة والمحبة وأم الإله، كل حاجة حلوة تقولها على إيزيس. وإيزيس عملت إيه؟ إيزيس استطاعت أن تعيد أخيها وحبيبها أوزوريس إلى الحياة، وأنجبت منه حورس. ونصحح بقى مع بعض المعلومة أنها أنجبت أيضا أنوبيس، فأنوبيس هو ابنها من أوزوريس، وليس هناك علاقة بين أن يكون، وهنا بنصلح بندي الحضارة المصرية حقها، لم يكن عند المصري تعبير زنا المحارم الذي ينظر إليه البعض، وأن أوزوريس كان عفريت وطلع على نفتيس وأنجب منها أنوبيس. هذا الكلام بكل أسف خالي تماما من الصحة. الحضارة المصرية اعتبرت أن الكتابة والثقافة والعلم امرأة، سشت الكاتبة التي ما كان لجحوتي أن يقف إلا معها، هي التي أرست شعائر المعبد، هي التي وضعت أساساته، حتى أنها كانت إيزيس أيضا تتحدث وتقول في النصوص إن أبي أرشدني إلى العلم، ويقال بأن الكتابة الديموطيقية كانت اختراعا إيزيسيا أو اختراعا من فعل هذه المعبودة العظيمة. المصري القديم أيضا اعتبر أن العدالة امرأة وأعطاها من الحقوق الكثير، فمعت هي ربة العدالة وهي رمزها، لم يجعل العدالة ذكر بل جعلها أنثى بما تملك الأنثى من قلب ومكانة وعظمة عند المصري القديم. إذا نظرنا إلى المرأة الحاكمة في مصر القديمة، المرأة الحاكمة كانت تمتلك كل الصفات، سواء في القصر كملكة مثل حتشبسوت التي استطاعت أن تغير وتفتح علاقات رائعة سبقها إليها ملوك آخرين مع بلاد بونت أو بوينة، وهي الساحل الجنوبي للبحر الأحمر. لا نتأكد إن كانت اليمن أو الصومال أو منطقة جزيرة سقطرة أو غيرها، بما آراء كتيرة جدا بتتقال، لكن هتشبسوت حكمت مصر بقوة وأعطت لمصر المكانة العظيمة. نفرتيتي الجميلة القادمة التي كانت وتدا وعضدا لزوجها أخناتون في دعوته، تي أم أخناتون التي كانت تتلقى الرسائل مع الملك، ويكتب في سطر من سطورها تحية لزوجتك العظيمة، تحية للزوجة، تحية للأم. أيضا المصري القديم نجد أن رمسيس الثاني هام عشقا وهياما بمحبوبته نفرتاري حلاوتهم، وتحدث عنها وهي الجميلة البديعة، بل إنه قال إن الشمس تشرق حين تشرق نفرتاري، حين تسطع، حين تخرج نفرتاري.
ايه عشق المرأة هذا الكلام؟ اعتقد لو كان نزار قباني يعيش ايام الفراعنة لكتب اشعارا في المرأة اجمل مما كتب بكثير، لانها كانت نموذج يحتذى. لا ما يمنعش برضو ان احنا نتكلم بان مش كل النساء كانت يعني مثالية وكانت الست يعني، لا كان برضو في دور للمؤامرة. مين فينا ينسى الست اللي كانت في الاسرة الستة زوجة بيبي الاول ورت ايمتس التي حكمت بالتآمر على الملك؟ من منا ينسى أن سنوه هرب بجانب دوره في القصر إلا أنه كان مشتركا أو ملما بمؤامرة تدبرها حريم القصر ضد أمنمحات الأول؟ من منا ينسى زوجة رمسيس الثالث التي تآمرت عليه في العام 31 من حكم، ولكنها في كل الحالات كانت تقابل بكل حذر، ولا يمنع هذا أن تظل المرأة عظيمة. تيتي شيري التي وصفها حفيدها أحمس بأنها السيدة العظيمة، ووصف أمه إيا حطب بأنها العالمة سيدة الحونبو. لابد للعالم أن يستعيد ذاكرته ويعود ويعلم أنه قبل 1856 كان هناك حضارة تقوم على ضفاف نهر النيل في مصر العظيمة قربت وأعطت للمرأة ما لم تعطه لها حضارة مماثلة. كل سنة وكل ست وكل أم وكل أخت وكل زوجة وكل ابنة وكل نساء العالم في خير. عاشت مصر، وكل عام وأنتم بخير.